يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما يؤتمن العامل على مال كفيله، عندما يؤتمن العامل على أموال كفيله، فهل يجوز على أموال كفيله يؤتمن؟ نعم. إيه؟ عندما يؤتمن العامل على أموال كفيله، هل يجوز لهذا العامل أن يتصرف بالمال كيف شاء؟ وهل يجوز له أن يهدي من المال ولو باليسير؟ لا، تصرف في حدود ما أذن له فيه، لأنه وكيل، لأنه وكيل، والوكيل لا يزيد على ما وكل فيه إلا بإذن الموكل. نعم.